أخبار اليوم. أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من مطبخ أخبار اليوم مع الشيف نيفين عباس وحلويات رمضان. النهاردة إن شاء الله هنعمل لكم طريقة عمل بلح الشام. كوباية من الدقيق، ربع كوباية من الزيت، كوباية من المية، معلقة صغيرة سكر، معلقة ربع معلقة صغيرة فانيليا، رشة ملح. ودلوقتي بدل البيضة هنستخدم 3 بيضات عليهم نقطة من الخل، ولو مش عايزاه يكون مقرمش وطري شوية تشيلي الخل من البيض. المية، السكر والملح والفانيليا، وهنسيبهم يغلوا وبعدين ننزل بالزيت. مية غليت اهي، هنحط الزيت بالشكل ده كده، اهي غليت. هننزل بكوباية الدقيق اللي عندنا، هنقلب بالراحة كده، نوطي النار بس شوية، هنقلب كده لحد ما الدقيق يشرب كل المية اللي عندنا. الشكل ده اهو، نجيب بظهر المعلقه كده نتك كده بالشكل ده لحد ما تبقى العجينه كلها حته واحده مفيهاش كتل زي ما احنا شغالين كده. هنفضل بالطريقة دي لمدة دقيقة، نتأكد ان احنا ما عندناش اي كتل في الدقيق. لحد ما نلاقي لونها بقى كده بالشكل ده، يعني كأننا ايه قريبة شوية العصيدة اللي بالحتة دي. كده تمام، هنرفعها من على النار ونبتدي نحط البيض. هنجيب العجينة، انا برضو بحب اشتغل في الميزان ده، في بتاع المعيار. هنحط التلات بيضات اللي قلنا عليهم، هو المفروض يتحط بيضة بيضة بس احنا هنحطهم دفعة واحدة، وهنقلب اول كده. معلش بس انا اسفة لو في صوت جامد عندكم، ممكن تستخدمي المضرب الكهرباء لو انتي مش قادرة تعملي الخطوة دي. هنفضل نقلب كده لحد ما كل البيض يتداخل مع العجينة. هنسحب على كده اهو كده كده، وبسرعه عشان ما يبقاش البيض يستوي مع الحراره بتاعه العجينه. اهي ابتدت العجينه تلم، انا هدخل البيض فيها كله واقول لكم هتبقى عامله ازاي. اهي بعد ما دخلت البيض فيها، طبعا حضراتكم ملاحظين ان هي دي يعني بتلزق اكتر في الايد علشان كمية البيض. هنحطها بقى في كيس الحلواني. هنجيب كيس الحلواني، هنفتح الكيس بالشكل ده كده عشان بس نقدر ان احنا نملى العجينة بتاعتنا. في كياس بتبقى ورق كده ممكن نستخدمها مرة واحدة ونرميها لو انت عايزة. هنجيب الشكل اللي احنا هنستخدمه، هندخله عشان يطلع من هنا بالشكل ده، نضغط شوية كده بقوة عشان نثبته. هنملى الكيس بالعجينة اللي احنا عملناها،
بالشكل ده، بالشكل ده كده اهو. معلش الموضوع فوضوي شويه، بس هو يستحق التعب، لان البلح الشامف عند الحلواني بيبقى نسبه السكر فيه عاليه جدا، انما البيتي انت تقدري تتحكمي في الشربات بتاعه. هنقفل بقى كده. انا بسيب لك هنا الحته دي بنتنيها عشان اديكي فرصه لما تقلبي اهو ان احنا نقدر هنلف كده لحد ما العجينه تطلع معانا بالمنظر ده. هنبتدي بقى نقليها اهو، هنعمله ده طويل شويه بالشكل ده برضو بالمقص زي ما حضراتكم شايفين كده. تتحكمي في الطول اللي حضرتك عايزاه كده. هامله الطاسه وزي ما اتفقنا الزيت بارد لحد ما يستوي. زي ما حضراتكم شايفين انا مش مكتره في الطاسه، ليه؟ لان ده مع الحراره لما يبتدي يستوي هتلاقيه نفش وبقى حجمه كبير، فلازم نديله مساحه ان هو يستوي كويس فيها. اللي انا قلت لحضراتكم عليه اهو، بصوا شايفين الحجم بتاعه مع انه ما كانش باين في الطاسه. كل ما يبتدي الحراره بتاعه الزيت تعلى عليه هيبقى بالحجم القوام ده، هيفضل يتخن كده. مش هنقلبه دلوقتي لحد ما يبقى ذهبي من تحت وبعدين نقلبه، بيتقلب مره واحده بس. هنا اهو ابتدى يبقى لونه ذهبي عندنا زي ما احنا سايبينه كده لحد ما يبقى اللون بتاعه ذهبي اهو. اللي بيبقى لونه ذهبي بنروح قلبينه على طول بالشكل ده كده، وده اول ما يطلع هنحطه في الشربات التقيل اللي احنا عملناه. والشربات التقيل نزلناه قبل كده في حلقه لحضراتكم طريقه عمل شربات الحلويات، هتلاقوه عندكم اهو. بقى عندنا بلح الشام باللون الذهبي بتاعه، هنطلعه ونحطه في الشربات على طول. هنا اهو طلعته وحطيناه في العسل اللي احنا عملناه قبل كده. طريقه عمل شربات الحلويات التقيله هتلاقوها في الحلقات عندكم اهو بالشكل ده. نقلبه في العسل كويس ونطلعه ونحطه مع اللي احنا عاملينه بالشكل ده، وبعدين نرصه في طبق التقديم. بلح الشام اهو بعد ما طلعناه من العسل ورصيناه في طبق التقديم، ويتقدم ويتاكل وبألف هنا وشفا. ملاحظاتنا للنهارده الخل في البيض بيخليه مقرمش، لو مش عايزاه يكون مقرمش وعايزاه يكون طري شويه شيل الخل من البيض. ويا ريت بين كل طاسه وطاسه بنقلي فيها لازم الزيت يبقى بارد، يعني ما ينفعش نقلي اول طاسه الزيت هيبقى سخن مننا نروح حاطين الطاسه الثانيه، لازم نطفي شويه الزيت يبرد وبعدين نكمل. ودي كانت حلقتنا للنهارده. اتمنى تكون حلقه النهارده عجبتكم، واشوفكم ان شاء الله بكره.